حملت ابنتها والتحقت بمكتب التسجيل في الانتخابات. هي تقول إن الأولوية تغيير الواقع عبر إبدال حكام اليوم بواسطة الاقتراع. تحدث سعادة اليعقوب كل شيء كغيرها من التونسيين. تحسين أوضاع البلاد يمر عبر الإقبال على التسجيل ثم على الاقتراع. باش نغير، باش نوصل صوتي، خاطر اذا كان ما نقيدش وما نمشيش ننتخب صوتي ماهوش باش يوصل، معناها مش باش يفهموا لي انا بور ولا كونتر اللي طالعين، معناها باش يحكموا. فما شويه عزوف من الفئه نتاع الشباب، اما قاعدين نلاحظوا انه فما تزايد في التسجيل، خاصه في الاسبوع هذا مع بدايته الاثنين والثلاث، سيرتو خاصه بالعشيات، يعني من بعد نصف النهار تزداد عمليه التسجيل نتاع المواطنين. 3 ملايين ناخب هو عدد غير المسجلين. هدف الهيئه العليا المستقله للانتخابات استقطاب اكبر عدد منهم لينضموا للسجل الانتخابي المكون من 5 ملايين ناخب. تحدثت هيئه الانتخابات عن تهافت غير منتظر على التسجيل منذ انطلاقته قبل اسبوع. في الأسبوع هذايا حققنا 165 ألف مسجل جديد بقطع النظر عن التحيينات الناس اللي بدلت من المكاتب اللي هي مسجلة فيها. ال 165 ألف هذايا إذا كان نحيو الأيامات الأولانية اللي فيها أقل عدد بمعدل 30 ألف مسجل جديد كل يوم تسجيل. حملات تحسيس مكثفة ومكاتب متنقلة وفرق في الجامعات لتسجيل الطلاب. هيئة الانتخابات في حالة استنفار لينجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة بداية من أكتوبر القادم كثاني انتخابات شاملة بعد إسقاط نظام بن علي. الأوضاع الصعبة خاصة الاقتصادية قد تكون الدافعة نحو إقبال التونسيين على التسجيل من أجل التغيير، على أمل أن يكون الاقتراع بالكثافة ذاتها. فتح الفلحي، قناة ميديان تيفي، تونس.